في ظل تسابق ازدياد وتيرة حالات الإصابة بكوفيد-19 التي بلغت حوالي 20 مليون حالة و750 وفاة حول العالم، وفي ظل استمرار جهود مكافحة الجائحة، يتجدد سباق اللقاحات بين موسكو وبكين، حيث أعلنت روسيا اكتشافها لقاحا للقضاء على الجائحة برغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من الإفراط في التفاؤل. وبحسب المنظمة العالمية يوجد 28 لقاحا مطروحا للتجارب البشرية حول العالم. Registered cases of COVID-19 and 750,000 deaths. Behind these statistics there is a great deal of pain and suffering. Every life lost matters. I know many of you are grieving and that this is a difficult moment for the world. But I want to be clear, there are green shoots of hope, and no matter where a country, a region, a city, or a town is, it's never too late to turn the outbreak around. منظمة الصحة العالمية شككت في فعالية اللقاح الروسي ضد كورونا، مؤكدة أنها لا تستطيع تقييمه بسبب نقص المعلومات. كما أعلنت المنظمة العالمية عن حاجتها لأكثر من 100 مليار دولار لإيجاد لقاح يكفي العالم شر الجائحة. وجددت المنظمة تقديرها للجهود المبذولة من مجموعة العشرين التي استثمرت حوالي 10 تريليون دولار كتحفيز مالي للتعامل مع تداعيات الجائحة حتى الآن. Vaccine development, you would have heard this already in so many places, is the fact that multiple different approaches are being taken to that. There's five, six, seven different major approaches to try and generate immunity to that spike protein. وبرغم إعلان الصين عن نجاح التجارب السريرية للقاح الصيني الذي أثبت نجاعته في مرحلتيه الأولى والثانية ضد فيروس كورونا، إلا أن الصحة العالمية لم تبدي تفاعلا قويا مع اللقاح الصيني. وأوضح مدير المنظمة أن العشرات من العلاجات الواعدة قيد الدراسة والتحليل، ويخضع الآن أكثر من 500 تشخيصا للتقييم، بما في ذلك اختبارات المضادات السريعة التي قد تغير قواعد اللعبة. منظمة الصحة العالمية تحذر العالم من التفاؤل المبكر بشأن إيجاد لقاح لكوفيد-19. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.